مسين في برنامجكم حكايتكم حكايتنا جوستومون ماهيش في الوقت المعتاد غفران جيتنا مخر شويه مي فليك نواصلوا في الحوار نتاعنا اللي كان عندنا. غفران مرحبا بيك. عسلامة. شكرا ليك، شكرا لحضوركم معنا وقبلت دعوتنا اليوم. نذكر غفران برهومي لو بروجي جرين اكواريوم. غفران شنو حكايتك جوستومون؟ غفران برهومي شكوني وجرين اكواريوم شنو هو البروجي؟ اسمي غفران برهومي، étudiante entrepreneur, un des statuts national d'étudiant entrepreneur de l'université de Carthage, nakra deuxième licence protection et technologie de l'environnement fi le CSTE Bourg Sedrey. و نشط في المجتمع المدني في المجال البيئي خاصه، وزاده قاعده في الكشف التونسي. باهي كيفاش بديت الحكايه؟ بديت الحكايه برك الله حياه معبيه ونشط على الاخر غفران تبارك الله. باهي الحمد لله. الكشافه قد ايه عندك الكشافه؟ 5 سنين هكاك. مرحبا يعطيك الصحة. الحمد لله على كل شيء. المهم هي الفكرة جات من الأول في الكشافة، تعرفت على الدومين اللي حبيت نكمل نخدم فيه، والكل تعرفت على الأكوابوني اللي هي ميثود جديدة في الفلاحة ما يعرفوهاش برشا ناس، ما همش يستعملوا فيها برشا في تونس، المارشي ياسر ياسر ضعيف في تونس، أما في الانترناسيونال يخدموا بها برشا. علاش يستعملوها في الفلاحة الأكوابوني؟ خاطر تنقص في المياه اللي نستعملوها في الفلاحة. تو قاعدين نلقاو في 83% كاملين من الغسوخ نتاعنا في الماء في تونس يمشيوا للفلاحة، راهم 83% كاملين، يعني تبقى 17% كهو منها التوريزم اللي احنا نحكيو بيسيني ودرشنية ذوكم يخسروا في الماء، وزيد الوتيليزاتور العادي في الديار والكل، راهم ذوكم الكل مع بعضهم تجمعهم يجيوا 17%، لاغريكولتور وحدها 83%. بدينا من البروبليم الكبيرة ذيك، حبينا نلقاو سوليسيون لل المشكله هذه الكبيره في الاغريكولتور في تونس. الميثود هي تحط اون كونتاكت لي بلونت افيك لي بواسون. فما اكواريوم، علاش اسمه جرين اكواريوم؟ فيه الحوت، فيه الحوت، الحوت باش يسيب لي ديشي نتاعو اللي هما باش يمثلوا نيترومون بور لي بلونت. فوالا دونك منو هو فما التغذيه نتاع التير نتاع النباتات. باهي هكاكا يبقى سيكل، مانيش باش نبقاو نسقيو لي غاسين نتاع لي بلونت باش يبقاو في الماء. باهي بديت لي دي كيف هكاكا، شاركنا من الاول في كومبيتيسيون انتربرونوريال صغيرونه اسمها كريزي جرين دايز، عملتها الفاك وكاها، ومن بعديك لقيت فازت اندا، شاركت من غير ما نتردد. عملونا اكومبانيومون باهي على الاخر، وقتها اسمه فواياج انتربرونوريال، فيه من الستاد الاولاني من ايديشن حتى لين انت سي بون، معناها تعمل البلان دافير نتاعك وكل شيء. نشكرهم على الاخر لي كوتش الكل نتاع اندا، كوتش اشرف كريم وزيدا سامي، ونشكركم زيدا على الانفيتاسيون باش خليتوني نحكي على البروجي نتاعي. وكاها تو يتسمى تلانسا على الاخر. ريسامون خذينا سبفونسيون من لونيون اوروبيان 4000 يورو. كنا تابعه بروجي ريسمايل اللي زيدا نشكر العبيد الكل اللي خلوني ندخل فيه، مدام يسر سبايس، مدام نادره عساس من الفاك نتاعنا. بروجي فينونسي باغ لونيون اوروبيان اني سي بي سي ميد، الدول اللي بارتنير مع تونس، لبنان، الاردن وإيطاليا وفرنسا، وهزونا دي وركشوب في لبنان، وبالحق بروغرام انريشيسون على الاخر. اختاروا 18 ايكو انتربرونور. ايكو انتربرونور يعني انتربرونور يخدم في دومين لونفيرونمون. 18 ايكو انتربرونور من الدول اللي بارتنير معاه، انا كنت من اللي ربحوا في تونس، والبارح زاده فيناليست في البيك اللي هي بول ديتيديون انتربرونور دو كارتاج، يعملوا كل عام كونكور انوف ستارت اب باش يختاروا احسن 3 ستارت اب، ويعطيوهم كيف ما نقولوا سبفونسيون صغيره من لونيفرسيتي دو كارتاج. زاده ربحنا اكومبانيومون غراتوي نتاع اي واي وبرشا حاجات باهيه. برافو، هايل هايل، برافو والله. نحب صفق انا غفران برهومي، هذا كل تعمل فيه حق تيمونياج عند في بيناتنا، تلقى الوقت الكل حكيت نظام راهو. انا نامن حكيت نظام، شو واحد يلقى الوقت يعمل كل شيء معناتها. خليني نجو لا مي اون افون، ان فيت ملي جيت وهي حاشمه، معناها على ليميت تقول انت حاشمه عندها بروجي صغرون، الوغ كنت تبارك الله عليها كي تحكي فما توت ان شومينمون بديتو من الطفوله، معناها خاطر الكشافه تبني برشا حاجات في العبد. Elle est partie d'une recherche, معناها تعرف الموضوع نتاعها، ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة، فريمون غفران برهومي. غفران شنو المرحلة القادمة في البروجي نتاعك؟ باش تكمل فيه، باش تكبر توا خاطر كيما نقولوا بوك، معناتها عملت البروف اوف كونسيبت نتاعك ولا مازلت ما باعتش معناها ولا تبيع؟ اي مازلت ما باعتش. شكون الكليون بوتونسيال؟ شكون باش تبيع ريالمون؟ اللي عنده ارض يعمل الكليون سيبل نتاعنا
هو لاغريكولتور في تونس. جينيرالمون نخدموا على لاغريكولتور اللي يخدموا في لورتيكولتور اللي هي الزراعات النباتات الورقيه. يعني اللي عادي يعيشوا لي غاسين نتاعهم في الماء وكل شيء. بور لو مومون الرود ماب نتاعنا في 2023 باش نعملوا لونسمون جوريديك للستارت اب، باش نخدموا باش ناخذوا لابيل ستارت اب ديجا الاندا تعاون فيا على الاخر في الحكايه ذيك، باش ناخذوا بور لو مومون لابيل نقيدوا جوريديكمون ستارت اب باش وزيد نحسنوا في البروتوتيب اكثر باش من بعديك كي نبيعوا يكون برودوي بارفي، خاطر ما هوش برودوي ساهل، برودوي كبير والكل شيء، باش تكون زيد فما سيت ويب كل شيء نتاع الماركتينغ باش الناس تتعرف اكثر قبل ما نبداو ونبيعوا على شنية اكوابوني، الفلاح اللي يتعرف اكثر، زيد باش تكون فما دي فورماسيون باش يعرفوا الفلاح شنية اكوابوني، شنية لي زافونتاج نتاعها، فما حاجه ما حكيتش عليها اللي هما خلاف انهم باش يعملوا ايكونومي دو ما همش باش يستعملوا حتى نوع نتاع بيستيسيد وانغري شيميك اللي هما يضروا بالمستهلك اللي يستعمل من بعد اللي ياكل النباتات ويضروا زيد الارض وشانجمون كليماتيك وكل شيء خايب. حاسيلو الميثود عندها بلوزيور افونتاج تنجم تعجب الفلاح باش يبدا بالسيستم نتاعو. في تونس ما صارتش قبل انه فما ستارت اب يبيع دي سيستم اكوابونيك، فما ستارت اب هو عنده السيستم اكوابونيك نتاعو الكبير وهو اترافير سيستم هذاك يبيع لي بلونت اي لي بواسون اللي ايسو من السيستم. اما احنا باش نبيعو سيستم اكوابونيك انتيليجون كامل للفلاح اكومباني دون ابليكاسيون موبيل باش يتصرف فيها عن بعد في الكولتور نتاعو الكل. غفران جوست باش نفهم، اعطينا بالارقام على تقدم قداش لازم باش قداش بعد لي قداش لازم باش شنو معناتها باش نبته بحوض نتاع قداش من متر كوب تنجم تو اليمونت معناتها ارض كبرها قداش ما عرفتش كيف فهمتي ولا قداش من نبته ولا خاطر هما النباتات يظهر لي العروق تاعهم يبداو في الماء ذاك ولا الماء يخرج ويتسقى به. لا النباتات يبداو فوق الاكواريوم ويبداو في دونك قداش عطينا باش يفهموا بعد لي تود فينانسيغ نتاعنا اكتشفنا وعملنا الكالكول نتاع كل شيء قداش باش يكون البرودوي للفلاح. لا مش حتى السوم نتاعو، ساعه احكي لي كيما نقولوا مثلا نذكر نيكست بروتيين هكا دو ميموار ولا حاجه يقول لك انا معناتها 100 متر مربع نتاع لي بروتيين نتاعو ينجموا يعوضوا يظهر لي من سيت قداش 100 هكتار يظهر لي من البروتيين تنجم تاخذها من حقل نتاع 100 هكتار سوجا مثلا وحاج كيما كاين سيت فهمت فوالا كان تعطيني هكا غابور مش هذا الغابور بتاع التعويضه ما نلوج معناتها الحوض قداش لازم يكون كبروا معناتها اي عبد ولا كل قدير وقدره معناتها سي سا معناتها ماعرفش معناتها نجم يكون عندي 10 هكتارات حوض كبروا 10 هكتارات جو سي با حسب الاسباس حسب الاسباس انت تختار. فما الارجيسمون نبداو من الاول ان نعملوا انستالاسيون تاع السيستم اللي باش يكون فيه دي بومب بانو سولير وكل شيء. الانستالاسيون من الاول نتاع متر كاهو باش تكون متر كاري باش تكون مليون و600 بور لاغريكولتور كي يعمل الارجيسمون تاع متر اخر وهو يحسب من بعد الارض نتاعو قداش يزيد 269 هكا لي تود فينونسيير نتاعنا دينار دونك يحسب على كبدايه مليون يا ما قداش لازم تعمل باش تكون حكايه غونتابل وانتريسونت. فما كيما نقولوا سيرفاس مويان قداه ولا ما نعرفش فهمت شو قصدي معناتها سيرفاس الحقيقه ينجموا حتى الكليون تاعنا في الدار يعني يعملوه ما يعني ما فماش اسباس معين. انا فلاح عندي ارض اسكو سي انتريسون لي انا لاكوابوني ولا اي خاطر باش تعمل لك دوبل برودكسيون مثال نحكيو على الخس اللي عنده مده معينه باش يطلع بالميثود هذه تنجم انت تنقص في الطلوع نتاعو الشطر يعني يطلع لك في شطر وقت باش تعمل برودكسيون اسرع وكونتينيو زاده ماكش باش تبقى ارضك تحصد فيها وتعاود وتزرع وكذا. معناتها اون سيرفاس بور كومونسي بيان سور نجم في داري نعمل حوض تاع مترو على مترو مي اون سيرفاس نتاع نحكيو على فلاح باش ينتج مشروع فلاحي بالاكوابوني ما نعرفش لازم 1000 متر ما نعرفش جو سي با ما قد يحوض حوض اي 1000 متر سي ان انفستيسمون قداش تاع فما 250 300 مليون ما تخد قلت انت 269 يعني المترو زايد الاولاني دونك على 1000 فوالا قولوا 300 الف دينار معناتها بوا اسكو لو روتور سور انفستيسمون بعد كيفاش سمعت دخلت معاك ممكن فيها تقريبا سي فريمون تري انتريسون الروتور هو شو احنا نبيعوا سيستم كامل هو باش يخدم وحده يعني الفلاح فوالا يعني ريت حتى النومبر نتاع لي بلونت اللي يزرع
تزرعهم هو اللي يتحكم فيهم، هو السيستم تنجم تزرع حتى فوق بعضهم لي بلونت هكا، يعني كل شيء باش يكون موجود ان شاء الله في السيت ويب نتاعنا، لي بارتنير ولي فورنيسور نتاعنا باش يحطوا لي برودوي نتاعهم، هو اللي يختار السورف ليسباس ونعملوا له ايتود كامله، هو اللي يختار قداش من بلونت يحب يزرع، شنو نوع البلونت، شنو نوع الحوت اللي زاد باش يربيها وكل شيء، وزاد باش يخلق مارشي اخر اللي احنا باش نكونوا لانترميديير بين الفلاح ولي بيشور اللي من بعد مارشي باش يبيع زاد الحوت، باش يكون بينيفيسير في الزوز جهات، باش يكمل في المارشي نتاع لي بلونت، فرد وقت باش يربح فاست الحوت اللي باش يكبروا زاد بطريقه مش عاديه، باش يبيعوا في المارشي نتاع لي بيشور لي ريستوران كل شيء، ولي زاكواريوم دو ديكوراسيون. برافو غفران برهوم، يعطيك الصحة، شكرا ليك على حضورك معنا في حكايتنا، حكايتهم ومحلها حكايتك. عايشك ربي فضل. وحكايتك تنجم تكون سورس دانسبيراسيون لحكاية برشا عباد اخرين. وربي ينجح اليوم جماعة الباك، وعايشك على الاخر على عايشكم الكل على الانفيتاسيون، وكهو. انت عايشك على الروح اللي جبتها لنا اليوم الصباح والطاقات الإيجابية، برافو. تحية ليك وبرشا مستمعين متفاعلين معك بك. فما أدريس شو يلقاوكم ولا مازلتوا؟ ما نحن بي تو بي يعني بزنس تو بزنس، مازلنا ما بديناش في الماركتينغ. ينجموا يشوفوني على اللي يحب يكونتاكتيني، ما نعرفش لينكدين اي فوالا غفران برهومي على لينكدين ولا انستغرام فيسبوك، كل شيء نفسها غفران. جرين اكواريوم عندها باج ولا مازلت؟ لا فوالا مازلتوا. اوكي دونك فوالا، هذه حكايه غفران برهومي في فقرتكم حكايتهم.